نادي الزمالك كان بيتفاوض مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي، وانا قلت جمله، قلت مرتضى لما بيحب يحط حد في دماغه بيحب يجيبه بيجيب، بيجيب 100% بيجيبه، ما عندوش اي مشاكل خالص، وعنده فلوس ويقدر يغري، وسبق قبل كده انه حط 40 مليون لعبد الله السعيد ومش هيغلب النهارده بعد 4 سنين، ويحط بدل ال 40 80 ولا 70 مش هيغلب، بحيث انه يجيب عبد الله السعيد او رمضان صبحي. طيب سالت احد المسؤولين المقربين مني انا شخصيا من بيراميدز، قال لي عبد الله السعيد جدد وسيتم الاعلان خلال الاسبوع المقبل باذن الله تعالى، جدد بشكل نهائي مع نادي بيراميدز لموسم اخر. قلت له جدد؟ قال لي اه جدد. قلت له 100%؟ قال لي 100% جدد. قلت له طب ومفاوضات الزمالك؟ قال لي الزمالك لم يدخل مفاوضات عبد الله السعيد بقوه. قلت له يعني؟ قال لي على ما طلبش مننا عبد الله السعيد، طلب احمد ايمن منصور وكان لاعب حر قلنا له خده، طلب عمر جابر قلنا له خده، طلب نبيل دونجا قلنا له خده، لكنه لم يطلب عبد الله السعيد. استاذنكم، لم يطلب عبد الله السعيد نهائيا، وبالتالي تجديد عبد الله السعيد كمان في ظل ان هم عمالين يتكلموا كلام لانهم ما يقدروش على ثمن عبد الله السعيد. قلت له ازاي؟ قال لي 30 مليون في السنه. قلت له طب ماشي، طب ما زيزو 30 مليون في السنه و15 مليون اعلانيه مرتضى. قال لي ماشي، بس ده 37 سنه، هياخده سنه ولا اتنين هيكمل عنده؟ هل هيظل بنفس القوه؟ فاتورته هتبقى عاليه؟ المسؤولين او الجمهور نادي الزمالك العظيم عمال يحارب الصفقات، هيقولوا انت جايب لنا جده وحاجات بالشكل ده اللي كان نفسك تجيبه من 4 سنين ما عرفتش تجيبه، رايح تجيبه النهارده وكده. قلت له طيب ورمضان صبحي؟ قال لي فيما يخص رمضان صبحي فان رمضان صبحي مرعوب من الانتقال الى نادي الزمالك ويحلم بالعوده مره اخرى الى النادي الاهلي. يا راجل، قال لي زي ما بقول لك كده. قال لي والله زي ما بقول لك كده، زي ما بقول لك كده، رمضان صبحي الجمله دي خطيره، خلي بالك، مرعوب من الانتقال للزمالك ويحلم بالانتقال للنادي الاهلي. وقال لي احنا وصلنا رساله للاهلي عاوزينه، هتدفعوا اللي احنا دفعناه في انجلترا وخدوه، تديله بقى جنيه، تديله 10، تديله مليون، انتوا احرار. الرساله دي وصلت وعندنا استعداد لاعاده رمضان صبحي في لحظه، في منت. لكن بالنسبه لعبد الله السعيد الزمالك متخوف من شرائه. قلت له بس يعني تجديده؟ قال لي تجديده احبط المسؤولين في نادي الزمالك، لان هم كانوا عايزين ياخدوه بس ايه، بيشتروا شراء غناوه وبيتكلموا كلام غناوه. قال لي لكن تجديده احنا قلنا لهم انه جدد، ده احبطهم. قلت له ليه احبطهم؟ قال لي ان ده بيعني رفع القيمه الماليه لصفقه عبد الله السعيد في حال اتمام، في فرق انك تشتريه وهو ممكن ان هو يوقع في يناير كصفقه انتقال حر، في فرق انك انت تاخده وهو مجدد وباقي في عقده موسمين. بشكر الاستاذ اسلام راشد اللي بعت لنا 500 نجمه ومج، تسلم يا اسلام والله، وايمن محمد ربنا يرضى عنك يا اسلام، انت وايمن محمد وكل الحبايب يا رب ان شاء الله، وابراهيم بدوي والاستاذ احمد زواوي والاستاذ ايمن محمد طلع في كل الرسائل، وابو سامح الاسطوره والاستاذ احمد طه، الف شكر على دعمكم لنا بالنجوم، ونتمنى مزيد من النجوم باذن الله تعالى، باذن الله تعالى، لان دي بتدعم الفيديو. وعاوز الناس اللي معانا على اليوتيوب، انا اكتشفت نسبه خطيره جدا، 40% من اللي بيتابعوني على اليوتيوب مش عاملين سبسكرايب للقناه. لا، لازم نعمل سبسكرايب للقناه. استاذنكم الناس اللي معايا على اليوتيوب اللي مش عامل سبسكرايب للقناه يعمل سبسكرايب، 40% من المشاهدات الشهريه مش عاملين سبسكرايب، استاذنكم، وده شرف لينا. فكده ده موضوع عبد الله السعيد وموضوع رمضان صبحي، ان هما الاثنين يعني ايه، رمضان صبحي الزمالك مش قادر يخش فيه بقوه نظرا لسنه، وتجديده يحبطهم، كانوا عايزين ياخدوه ببلاش في يناير اللي جاي، حكم ان حتى الفتره يبقى في عدد قليل من المباريات توقف عشان كاس عالم، لعب كاس الرابطه، مش عارف ايه كلام بالشكل ده وكده يعني. اما رمضان صبحي فانه مرعوب من الانتقال الى نادي الزمالك القلعه الرياضيه العظيمه. يبقى ان النادي الاهلي والاتحاد المنستيري هيلتقوا يوم 9 اكتوبر الساعه 3 عصرا بتوقيت تونس الحبيبه، الرابعة بتوقيت القاهرة بإذن الله تعالى. يعني الثالثة عصر؟ طب ليه الثالثة عصر؟ قال لك الاستاد عندهم ما فيهوش إضاءة. طب ينفع الكلام ده؟ يعني ينفع نلعب في عز الحر كده؟ وده كلام يعني
ده تونس غنيه بملاعبها وبحاجاتها وبكل حاجه حلوه فيها يعني. الحاجه الثانيه ان كابتن محمود الخطيب اعتذر عن لجنه الاتحاد الافريقي اللي هي لجنه الانديه، بينما تواجد في اللجان الكابتن عصام عبد الفتاح اللي قال لك طردوه من افريقيا. وقلت لكم الكلام ده مش صحيح، عصام عبد الفتاح موجود في لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي، وزاد الاتحاد الافريقي تشريفا وتعظيما وتبجيلا بوجود الكابتن محسن صالح نائبا لرئيس اللجنه الفنيه والتطوير حتى 2024. اعتذار الخطيب دخل بربرا جونزاليس رئيس شركة سيمبا التنزاني بدلا منه. فدول الناس اللي عندنا في الاتحاد الافريقي. بشكر الاستاذ سمير سالم ربنا يكرمك يا استاذ سمير. صفقات بيراميدز بالمناسبة، عشان بس تبقى انتوا عارفين، محدش بيعمل صفقات بال 12 لعيب و 13 لعيب زي ما كان بيحصل زمان في نادي الزمالك. لا، الناس بتنتقي النقص اللي عندها، والناس اللي بتلوم الاهلي انه عامل 3 صفقات ولا الزمالك انه عامل 5 صفقات او 6 صفقات. طب ما بيراميدز عامل 4 صفقات، محمد الشيبي مدافع الجيش الملكي، محمود عبد العاطي دونجا، كريم حافظ، مصطفى فتحي. الناس بتنتقي هي عاوزه ايه، اوجه النقص عندها ايه، وبتختاره بناء على هذا الاساس. دمتم في امان الله، ونلتقي باذن الله بعد مباراه النادي الاهلي ونادي بتروجيت. السلام عليكم. يرضى عنكم ربنا، يرضى عنكم ربنا.